بالنسبة للقضية ديال تحليات المياه، فهاد الحكومة عطات واحد الدفعة قوية لها في هذا المجال. يمكن نقول لكم غير هاد السنة فأعطينا انطلاقة بالنسبة لتحليات المياه بالنسبة للدار البيضاء، أعطينا انطلاقة كذلك تحليات المياه بالنسبة للجديدة وبالنسبة للأسفي اللي غيكونوا جاهزين في دجنبر ومارس المقبل، وبالتالي بالنسبة لسيدي بنور والنقاط اللي طرحتيو راه غتكون عندنا إمكانية باش يمكننا نحلوا هذا الأمر، وغنعطيو انطلاقة كذلك بالنسبة للناظور زيادة على الدخلة. وبالنسبة للعيون أخ اللي طرح السؤال، ممكن نقول لكم بأن هاد المحطة الجديدة إن شاء الله غتنطلق في الأيام المقبلة، راهي شي بجازة نديروا التحاليل الأخيرة باش نضمنوا أن الماء يوصل باش ما تبقاش انقطاعات بالنسبة للمدينة ديال العيون. بالنسبة هذا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.